صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه من المقرر أن تستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد 19 من مارس الجاري اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 من فبراير الماضي بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة. أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الجمهورية الجديدة لم تترك شبراً من أراضي دولة المصرية إلا ومدت إليها يد العمران والتطوير والتشييد والبناء من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين. وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة واستغلال الأماكن المميزة ذات الطابع الخاص بما يحفظ لكل منطقة خصائصها الفريدة لتصبح تلك المناطق نوافذ حضارية تعبر عن حضارة المصريين وعراقتهم واستمرار مساهماتهم في خدمة التراث الإنساني. كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل مواقع ومساحات أراضي الطرح الثاني للتخصيص الفوري ل481 قطعة أرض سكنية صغيرة بجميع مستوياتها للأفراد مسكن بنظام الطرح الدائم، والذي بدأ منذ يوم الخميس الماضي 16 من مارس ويستمر لمدة شهرين حتى يوم 15 من مايو المقبل، ويأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للحجز الفوري من خلال الهيئة. ذكرت وسائل إعلام روسية صباح الأحد أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تسيطر عليها قواته في زيارة مفاجئة هي الأولى من نوعها له منذ اندلاع الحرب مع كييف. وأوردت وكالة تاس الروسية أن بوتين وصل إلى ماريوبول التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضي في إطار رحلة عمل. يستضيف فريق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الجولة 26 من منافسة الدوري الإسباني لكرة القدم، ويحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو في مدينة برشلونة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.